التواجد في إطار طبيعة حال عملية ميدانية مندمجة من أجل الحياة، كلنا ملتزمون باحترام قانون السير. فاليوم تحت إشراف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبتنسيق مع المديرية الجهوية للسلامة الطرقية بجهة الدار بيضاء السطات، وبتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المحلية، تنظم الجمعية جمعية البرج الثقافة والتنمية الاجتماعية عملية ميدانية مندمجة تواصلية تحسيسية توعوية تطبيقية علاجية تدبيرية لفائدة شرائح المجتمع المدني ولساكنة مدينة جديدة، وبالأخص لفائدة الفئات عديمة الحماية أي الراجلون ومستعملي الدراجات النارية، كما قلت تحت شعار من أجل الحياة كلنا ملتزمون باحترام قانون السير. بطبيعة الحال نستهدف عدة نقاط للتدخل اليوم، وكنتواجدوا في المرحلة الأولى اللي ابتدأت في 25 شتنبير وانتهت اليوم 7 أكتوبر في نقطتين. بطبيعة الحال نقطتين تدخلتين، النقطة الأولى هي محطة 5 بطبيعة الحال في هذه 10 أيام في 25 شتنبير حتى 7 أكتوبر، كانت 5 أيام الأولى استهدفنا نقطة تدخل محطات التاكسيات مولاي عبد الله منارات بطبيعة الحال منارات بوافي بمعدل 5 أيام في الأسبوع، 6 أيام في 6 ساعات في اليوم و 5 أيام في الأسبوع. خلال 5 أيام الأولى 5 أيام الثانية استهدفنا نقطة تدخل محطات الوقود الشرقاوي لخمسة أيام طبيعة الحال بمعدل 5 أيام في الأسبوع الثاني و6 ساعات في اليوم. ذلكم أن الإحصائيات فهي جد مقلقة خطيرة، فهؤلاء الفئات عديمة الحماية ومستعملي الدراجات النارية أنهم يشكلون طبيعة الحال ثلثي قتلى ضحايا حوادث السير بنسبة 68% أي 2537 قتيل من 3635 قتيل إجماليا سنويا. فبطبيعة الحال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تراهن على 4 مبادئ أساسية. الأولى وهي التخفيف، بات ضروريا التخفيف في المنحة التصاعدي لضحايا حوادث السير طبيعة الحال التي تروم الفئات عديمة الحماية الرجلون ومستعملي الدراجات النارية. ثانيا هو مواكبة المراقبة الطرقية قصد إيقاد الوازع الأخلاقي وتقويم السلوك لدى هؤلاء بطبيعة الحال فئات عديمة الحماية. ثالثا هو حد بطبيعة الحال مستعملي الدراجات النارية على استعمال الخوضة الواقية، لأنها تقي مستعمل الدراجات النارية من 20 إلى 45% من الحوادث الخطيرة. رابعا هو حد الراجلين على استعمال ممرات الراجلين، التشوير الأفقي، الممرات المحمية بطبيعة الحال من أجل الالتزام بضوابط المرور وقواعده. شكرا لإصغائكم، شكرا لانتباهكم، شكرا على تفهمكم. بطبيعة الحال نتمنى أن يتحقق المؤشر الرهان الذي تراهن عليه حكومة صاحب الجلالة وزارة الداخلية المديرية العامة للأمن الوطني الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل تقليص حوادث السير إلى 50% في غضون 2026 في إطار استراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.